بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان وعلى آله وأصحابه أجمعين. عنوان الكلمة كما أعلن الفتن والوقاية منها، وهو موضوع مهم جدا، والعناية به تفوق كل عناية، وذلك للخطورة التي تعرض للمسلم من هذه الفتن، خطورة على دينه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالفتن خطيرة والعياذ بالله، وهي تكثر في آخر الزمان، تشتد غربة الإسلام، فيحتاج المسلم إلى حصانة تقيه من هذه الفتن ومن شرورها وأخطارها. فالأمر مهم جدا، والفتن جمع فتنة، وهي مأخوذة من الفتن وهو الاختبار، فالفتنة معناه ما يختبر به المسلم في أمور دينه، هل يصبر، هل يثبت أو لا يثبت. والله جل وعلا قدر هذه الفتن وأجراها على عباده لحكمة عظيمة، ليتميز المؤمن الصادق الثابت على دينه من المؤمن الذي ينحرف ويترك دينه عند الفتن. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، فليعلمن الله الذين صدقوا عند حصول الفتن، ثبتوا على إيمانهم، وليعلمن الكاذبين في إيمانهم، كما قال بعدها بآيات: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فلا يصبر على قوله آمنا بالله. وسمعتم أن من الناس عند حصول الفتن من يبيع دينه بعرض من الدنيا ويترك دينه بسبب المغريات والشهوات المحرمة، فيترك دينه من أجل ذلك، فلا بد أن المسلم يعزم على أن يثبت على دينه مهما كلفه ذلك من الثمن، مهما كلفه الثبات على دينه من الثمن، حتى ولو كلفه حياته
وأن يموت على دينه ولا يترك دينه لأي سبب من الأسباب حتى يلقى الله عز وجل وهو متمسك بدينه، يصبر على الأذى، يصبر على اللوم، بل يصبر على التهديد والوعيد، وكذلك يصبر عند المرغبات، لأن قد تكون الفتن الشهوات، والنفس ميالة إلى الشهوات فيحبس نفسه عنها ويمسك بزمامها، فهو بحاجة إلى الصبر على دينه. قد قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. هؤلاء هم الغرباء. لماذا؟ لأن مخالفيهم كثير، ولأن من يلومهم أو يهددهم أو يتوعدهم كثيرون من الناس، حتى ممن يدعون الإسلام يلومون المتمسك بدينه والثابت على السنة، يصفونه بالجمود، يصفونه بالرجعية، يصفونه بالتحجر، يصفونه بالتأخر، يصفونه بالتشدد والتطرف، إلى آخر ما يقولون. فالمسلم لا يرخص عليه دينه مهما بلغ به الأذى، فإنه يصبر على ذلك. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر أو على خبط الشوك. لماذا؟ لأنه يلقى من الناس الأذى، ويلقى من الناس التهديد، يلقى من الناس اللوم والتوبيخ، يحتاج إلى صبر. ما دام أنه على حق فلماذا يتنازل عن الحق؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنا تصرفون. فعلى المسلم أن يثبت على دينه عند ظهور الفتن. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. الناس الآن بين تيارين خطيرين: تيار الأول تيار التشدد والغلو والإفراط، وقد حذر الله من الغلو وحذر من الإفراط لأنه يخرج عن الحق، وتيار التساهل والانحلال والجفا، فكلا طرفي الأمور ذميم: الغلو والتشدد لأنه يخرج عن الحق، والتساهل
والجفاء لأنه أيضا يخرج عن الحق، فلا بد من الثبات على الوسط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أن هذا صراطي مستقيما. صراط الله هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث الله به رسوله، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. صراط الطريق المعتدل، طريق القرآن، طريق السنة، ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها، هذا هو الصراط المستقيم. وأنت يا عبد الله في كل ركعة من صلاتك تقرأ الفاتحة وفيها اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط المستقيم، لا صراط اليهود المغضوب عليهم لأنهم عرفوا الحق وتركوه، ولا صراط النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال وليس عندهم علم. والصراط المستقيم هو طريق العلم النافع والعمل الصالح، هذا هو الصراط المستقيم. فقوله صلى الله عليه وسلم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، نعم يكون اختلاف في العقيدة، يكون اختلاف في العبادة، يكون اختلاف في الاجتهادات الفقهية، اختلاف موجود، ولكن عند الاختلاف الله جل وعلا جعل لنا مرجعا نرجع إليه، قال سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن تنازعتم في شيء، أي شيء، شيء في العقيدة، شيء في العبادة، شيء في المعاملات، أي شيء يحصل فيه اختلاف، فإن الذي يحسم الخلاف هو الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله والرد إلى القرآن، الرد إلى الرسول بعد موته، هو الرد إلى السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك يتضح الحق. وقد قال الله جل وعلا لنبيه فاستقم كما أمرت، استقم كما أمرت، استقم على ما أمرك الله، على ما شرع الله لك، لا تأتي بشيء من عندك أو من عند فلان أو علان، بل استقم على الأمر، على الشرع الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. استقم كما أمرت ومن تاب معك كذلك يستقيمون كما أمروا، ولا تطغوا، لا تزيدوا وتغلوا، استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، هذا نهي عن الغلو وعن التطرف والإفراط، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولما سأل سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، سفيان بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، سأل رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال له: قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه غيرك. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم، استقم على الإيمان بالله عز وجل. والله جل وعلا قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ما يكفي أن الإنسان يتلفظ بلسانه وينتسب إلى الإسلام ولا يستقيم عليه بعمله وعقيدته وتصرفاته ومعاملاته، لا يكفي الانتساب بدون استقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذا هو الذي يقي من الفتن إذا ظهرت. وقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والله جل وعلا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والذين اتبعوهم بإحسان أي بإتقان. ولا يمكن أن ترجع إلى الكتاب والسنة وتأخذ طريق المهاجرين والأنصار، لا يمكن إلا بالعلم النافع الذي تعرف به ما هو الحق وما هو الباطل، وما هو الهدى وما هو الضلال، وما هو الصواب وما هو الخطأ. لا يمكن هذا إلا بالعلم النافع الذي يبين لك الطريق الصحيح من الطريق الخطأ، العلم النافع. ولذلك أنتم ولله الحمد في هذه الجامعة، وإخوانكم في الجامعات الإسلامية الأخرى والدراسات الشرعية، أنتم تريدون هذا، تريدون أن تعرفوا الحق لتعملوا به، وتعرفوا الباطل لتجتنبوه. وفقنا الله وإياكم لصالح القول والعمل، للعلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة، إن مما يزيد الشر شراً والبلاء بلاءً ما حدث في هذه الأزمان من دعاة الضلال الذين تمكنوا من وسائل الإعلام في العالم، تمكنوا من وسائل الإعلام في العالم، الفضائيات، في الصحافة، في غيرها، يبثون سمومهم ويبثون ضلالاتهم وينكرون السنة وينكرون الحق وينهون، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ويعرض هذا على الناس في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ليلاً ونهاراً. أضف إلى ذلك ما ينشر
من الإباحية والدعوة إلى التفسخ والانحلال وعرض الفواحش على الناس في هذه الوسائل إلا ما رحم الله عز وجل. فالفتنة شديدة الآن وتغزو الناس في قعر بيوتهم، تدخل عليهم في بيوتهم وبين أهليهم وأولادهم إلا من رحم الله وأبعد هذه الوسائل عن بيته، إلا من رحم الله وأبعد وسائل الشر عن بيته، وإلا فالفتنة عظيمة وهي تزحف ليلاً ونهاراً. والذين يصابون بها كثيرون، الذين يصابون بها وتجد عليهم علامات الانحلال والتساهل والأفكار الخبيثة كثيرون من أبناء المسلمين مع الأسف، يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق ويأتون بشبهات ويأتون بأقوال ملفقة مزورة ليصرفوا الناس عن الطريق الصحيح إلى طريق الباطل. فلنكن على حذر منهم يا إخوان، ولنحذر منهم، ولنتمسك بديننا حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى، ولنسأل الله الثبات والاستقرار على الحق، ولنلجأ إلى العلم النافع والتعلم المفيد، نقبل على تعلم العلم النافع، نأخذ العلم عن العلماء الأتقياء، نأخذ العلم عن أهله، هكذا طريق النجاة. إن هؤلاء الذين يدعون إلى الفتنة يحذرون من العلماء ويصفونهم بالجمود والتأخر والرجعية وأنهم لا يفهمون الأمور، يحذرون منهم من أجل أن تفلت أيديهم من علمائهم فيتمكن منهم أهل الشر ويوجهوهم. يحذرون من العلماء، يحذرون من الكتب المفيدة، الكتب النافعة، ويروجون الكتب الفاسدة والأفكار الخبيثة، هكذا. فالأمر اليوم خطير والفتن عظيمة، ولا يشعر بها إلا من في قلبه إيمان، لا يشعر بها إلا من عنده علم صحيح يميز به الحق من الباطل، وإلا فالهالكون كثير والناجون قليل. فعلينا أن نعرف واقعنا وما نعيشه الآن وما نخشى أن يأتي في المستقبل. الأمر يزيد والفتن تزيد والشرور تتنوع وتتجدد، ودعاة الشر يهيئون أنفسهم وينوعون الوسائل التي يضلون بها الناس. فالخطر عظيم. عندنا كتاب الله، عندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندنا طريق السلف الصالح من الصحابة والتابعين، التابعين لهم بإحسان، طريق النجاة عندنا. ولكن دعاة الضلال يريدون أن يصرفونا عن طريق النجاة إلى طريق الهلاك، ويسمون طريق النجاة طريق التأخر والرجعية والجمود، ويقولون هذه أمور انتهت وراحت في وقتها، تغير الوقت الآن،
الله جل وعلا أنزل القرآن وأرسل الرسول وشرع الشريعة لكافة الناس ولكافة الأزمان حتى تقوم الساعة. فالقرآن باق والسنة باقية، والذي يبين هذا هم أهل العلم، أهل العلم النافع المستقيمون على الجادة الصحيحة، إنهم يزهدون بالعلم الشرعي ويدعون إلى العلم الدنيوي، العلم التجريبي يسمونها العلم، هو اللي يسمونها العلم. وأما العلم الشرعي فلا يسمونه علما، ويقولون إنه أمور راحت وانتهت في زمانها، يريدون أن ينهوا الشريعة الإسلامية وأنها انتهت ولا تصلح لهذا الزمان. فالخطر عظيم، والظلمات تتتابع كما قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. ظلمات والعياذ بالله، ولا ينجي منها إلا النور الذي أنزله الله: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله ورسوله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. آمنوا بالله ورسوله واعتصموا، اعتصموا، هؤلاء هم الذين يهديهم الله، لأنهم أخذوا سبب الهداية وأخذوا سبب النجاة. فلا بد من الجد والاجتهاد في هذه الأمور، لا بد من التواصي بالحق، لا بد من التواصي بالثبات على الدين، لا بد من التواصي بالصبر، كما قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصبر هو الذي يجعل الإنسان يثبت على دينه، أما الإنسان الذي ليس عنده صبر فهذا لا يثبت على دينه، يتنازل عنه. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فيبيع دينه ليسلم من أذى الناس وينسى عذاب الله. ولا شك إن أذى الناس إنه مؤلم وضار، ولكن هناك ما هو أضر منه وأشد منه وهو عذاب الله. فمن الناس من يقدم دينه ثمناً ليسلم من أذى الناس وينسى أن عذاب الله أشد من هذا، فيكون كالذي يفر من الرمضة إلى النار والعياذ بالله، كالمستجير من الرمضاء بالنار. فلا طريق ولا نجاة ولا فلاح ولا سلامة من الفتن إلا بأمور: أولاً تعلم العلم النافع، ثانياً العمل به والاستقامة عليه، ثالثاً الصبر، الصبر على الأذى مهما بلغ الأذى فإن المسلم يصبر، فإنه جرى على من كان قبلنا من الأذى والتهديدات الشيء الكثير، كما بيّن صلى الله عليه وسلم أنه في الأمم السابقة يؤتى بالمؤمن فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيقال له: إما أن ترجع عن دينك وإلا
وإلا فسنشقك بهذا المنشار. فيقول لا، يثبت على دينه حتى يشقوه نصفين، هو ثابت على دينه لا يتضعضع. فالمسلم لا بد أن يلقى ما يلقى من الأذى على حسب إيمانه. فإن كان إيمانه قوي فإن الأذى يشتد عليه، وإن كان إيمانه ضعيف يأتيه على قدر إيمانه من الأذى والفتنة، للابتلاء والامتحان وتميز المؤمن الصادق من المنافق، المؤمن الثابت من المؤمن الذي يزل ويترك إيمانه لأجل أن يسلم أو لأجل أن يغنم من الدنيا أو من أجل أن يمدح لأنه متقدم وأنه فاهم وأنه مثقف وأنه متفتح وأنه متسامح كما يقولون الآن. فعلينا أن نثبت على ديننا ولا نساوم عليه أبداً، لكن بعد المعرفة والعلم بذلك والاعتدال، لا غلو ولا تساهل، لا إفراط ولا تفريط، هكذا الطريق الصحيح. لا نكون مع الغالين المتشددين الذين خرجوا عن الحق كالخوارج ومن سار في ركابهم، ولا نكون مع المنحلين المتساهلين من أصحاب الشهوات والمذاهب الهدامة، بل نكون مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا طريق النجاة، وفقنا الله وإياكم لسلوك طريق النجاة، وجنبنا وإياكم والمسلمين طريق المغضوب عليهم والضالين، وأن يجعلنا على طريق الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى